اوكي وبنقول منتور بيبل ساعدوهم يتعلموا. على فكره المارتي ما بقالوش 500 سنه ان سنس ان ات از ا نيو فيلد مش كده ولا ايه؟ والماركتيز اللي شاطرين قوي الناس اللي بتفهم ماركتنج قوي مش كتار قوي متفقين ات از رير عشان كده ناس كتيره جدا بترفض بس السيلز اسهل البرودكشن طول عمره موجود صح. سو هيلب بيبل ان ذير كاريز منتور ذم يا جماعه الماركتنج بيحصل فيه كذا عشان كذا ليت بيبل اندرستاند احنا كماركتيرز بنعمل ايه وليه ولو لقيت حد كويس انفست معاه وعلمه اكتر خده يشتغل معاك ما جراش حاجه خالص. And then teach competencies علموا الناس ازاي teach them. One of your biggest role as marketeers is to make sure that you really teach people. بعد شويه مش هيحصل سيلز بالعربيات وبالفانز صح ولا مش كده ولا ايه؟ بعد شويه اللي هيحصل to be automated الراجل هيعمل اوردر من مكانه الحاجه دي هتتحرك هيطلع السيستم يروح العربيه دي هتتحرك او هتروح له اوتوماتيك على من المصنع على مكانه مش هيبقى فيه خلاص مخازن انيمور it will happen later on okay so accelerate for them let them know يعني ايه تيش كو... نعم المهارات yes in هو يبقى competent to the level that you want from a marketing perspective. This doesn't mean a marketing plan. The biggest of marketing. يعني ايه marketing؟ الراجل النهارده البياع دوت هو نازل، هو دوره بيعمل ايه؟ هو بيسوق للشركة بتاعت حضرتك، صح؟ هو اللي فيس تو فيس مع سواء دوت الدكتور أو كل الكلام ده كله. Teach the competence to do it right. لما يتكلم يتكلم كلام مظبوط. بالظبط كده لما يتكلم هنا يبقى هنا الفكر بتاعه ماركتنج مور ذان سيلز. انا مش رايح اضحك على الراجل عشان ياخد اكتر، انا مش رايح النهارده اخليه يشتري زياده اليومين دول عشان احقق التارجت بتاعي. ام ماركتير تيش ذم، مش لازم اعلمه ازاي اعمل ماركتنج بلان، ما تفرقش معايا كتير. والراجل هو رايح كلوز ونيجوشيت وكل كام اتهالينا فيها خلاص صح. لكن في حاجه تانية انا عايز الراجل دوت وهو رايح يكون بيفكر از ايه ماركتير ودي اسك ذا رايت كويشن تو جيت ذا داتا فروم ذا ماركت. مين احسن سورس؟ الراجل ده نوت اونلي ستادي اللي حبيت تشوفيها صح كده، هو فيدباك تول فور يو. الراجل ده النهارده رايح وان هيز توكينج اباوت يور كمباني هيز جريت ماركتير تو بروموت يور كمباني من غير ما نعمل اعلان ومن غير ما ننزل برودكت وكل الكلام ده كله. They can do it for you. Did I answer your question? Thank you. Okay. Number three is advice on processes. خلي الناس تعرف الدنيا بتشتغل ازاي. في احيان كتيره جدا بنتخيل ان الماركتنج بروسيس از سيكريت. مابقاش في حاجه سيكريت النهارده. ربنا خلينا الانترنت وربنا خلينا الموبايلات وربنا خلينا كوميونيكيشن تولز، مابقاش في حاجه سيكريت، اي حاجه النهارده الثلاث دقايق بتلاقيها موجوده في كل حته في الدنيا، صح؟ تيش ذم، ادفايز ذم، احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ البروس ماشيه ازاي؟ لما حضرتك بتعمل كذا بيحصل كذا اند ذن وي جو فور ذيس دايركشن. بيبل وود لايك تو سي ذا بيج بيكتشر. كل ما الناس شافت الكلام دوت واضح وصريح كل ما الناس بيرفور ماتش بيتر. جست كويشن كده بسرعه، سيرفي واز دان وورلد وايد وقالوا كم واحد او من الناس اللي بتشتغل في اورجانيزيشن ايه النسبه بتاعت الناس اللي they are really really committed to work every day committed. الراجل ده راح كل يوم الصبح وهيموت نفسه على الشغل، كم واحد percentage 10% 50% 30% اوكي طيب مش الدرجه دي كده بمصيبه سوداء لو كانت 3% اوكي. The survey realized in 49% من الناس اللي بتروح الشغل كل يوم they are only committed. Okay? That's a high one. صح كده؟ International. طيب. الحاجة الألطف بقى إن 50% من الناس اللي بتروح الشغل كل يوم هي مش عارفة بتروح الشغل ليه. بس هي بتروح وبتشتغل. بتشتغل جامد جدا. بس مش عارفة بتشتغل ليه. Can you imagine؟ 50% من الناس اللي بتروح الشغل هي بتروح كل يوم بتشتغل بس مش عارفه بتشتغل ليه.
What does this mean? ايه معنى الكلام ده؟ Lack of transparency, lack of direction. فالراجل بيروح يشتغل مطرح ما هتحطه يشتغل، لو قلت له يمين هيروح يمين، لو قلت له شمال هيروح شمال، بس هو مش عارف، بس هو is dissatisfied. فايه اللي بيحصل؟ مع اول فرصه او I don't want to be there anymore. 50%. وانا شايف ان احنا لو قارنا بمصر غالبا ده اقل شويتين، احنا في مصر اقل من 50% اكيد. اوكي. I was working with a client a couple of weeks ago. سالتهم لو جبنا التيم بتاعكم، it's a big organization فيها كام الف، قلت لهم لو جبنا الناس بتوعكم قلنا لهم كام واحد عارف احنا موجودين ليه كorganization؟ ما حدش عارف يجاوب. Can you imagine؟ ما حدش عارف يجاوب. Whether the mission was not communicated او الناس مش فاهمه احنا بنعمل ايه. Okay. So don't do this to your people. You owe it to them. لو انا النهارده product manager او brand manager او even حتى marketing executive in 10 years time you'll be the director. صح؟ Build it from now. Teach yourself from now. You owe it to your people to develop them and grow them. Okay. Then the third thing is coach others. What does this mean? ويعني ايه coaching بالمناسبة؟ سيبكم الأهلي والزمالك واللي احنا بنشوفه اليومين دول ده، يعني ايه coaching؟ يعني guiding, directing. ايه كمان؟ guidance. طيب. In my books coaching is all about discovery. يعني ايه discovery؟ انا بساعد الناس as a coach ان هم يكتشفوا نفسهم فيطلعوا احسن ما عندهم. اوكي. لو احنا بنتكلم على زمان، بنتكلم على احنا بنعدي في eras as business، صح كده؟ احنا من كام سنه كده كنا حاجه اسمها ذا اندستريال ايج. عارفين اندستريال ايج؟ ها الاندستريال ايج دي الراجل كان لازم يخش يشتغل غصب عنه بالطريقه دي عشان هي المكنه بتشتغل كده. مين كان اساس المكنه؟ فالراجل بيخش هو واقف على خط الانتاج طول النهار، هتشيل الكوبايه دي من هنا وتحطها هنا، ده دوري. Today we are not in the industrial age. We are in the knowledge age. يعني ايه knowledge age؟ يعني كل حاجه موجوده فين؟ صح. Today the employees and the people working in the business they are very smart. مش زي زمان. زمان كنت اقف اقول خط الانتاج يشتغل ازاي؟ هقف خط الانتاج يشتغل كده غصب عني. النهارده it's all about the knowledge. اي حد النهارده في الاندستري بتاعتنا في كل حته يقف بالتليفون بتاعه في ثلاث دقايق هيجيب اي معلومه هو عايزها، صح؟ If they don't have the knowledge they don't do it. عشان كده it's very important ان احنا we help them with this one. We need to lead people differently. Help them discover. Help them know about themselves. This is all about coaching. It's about discovery. Self-discovery. انا عايز اعمل ايه في حياتي؟ انا بعمل ايه؟ انا موجود هنا ليه؟ Then creation. Create the environment for people to give their best. ايه ده؟ هو انا دوري كماركتير ان انا to create the environment to give the best؟ اي نعم. حضرتك مش دورك انك انت only to innovate and come with new ideas. If you don't create the right environment, people will not perform. وايه اللي هيحصل لو people don't perform؟ It's a failure. محدش فينا هيحقق اللي هو عايزه. It is your responsibility. زي الراجل ده كده. Create the right environment. عارفين الراجل اللي عنده الزرعة الصغنطوطة بيعمل فيها ايه؟ واخدها كده في ايده ايه؟ وخايف عليها وبيرعيها من كل ناحية. مفيش حد as a marketer بيعرف كويس وبيفهم كويس إلا ما واخد باله كويس قوي من الحاجة بتاعته. I want to take care of the my best. Yes. Is it easy? لا it's not easy. وعشان كده محدش قال ان شغل الماركتنج از ايزي جوب. اوعى تفتكروا ان انت از ماركتير ده ايزي جوب. اوعى تفتكر الموضوع هو هناخد شويه البرودكتس ديت ونحطهم على مش عارف ايه وحد يعمل لنا سيرفي عشان تستديو وبعدين حتى هنحط ماركتنج بلان وهننزل شويه ادفرتايزنج وبروموشن الدنيا اشتغلت. اتس نوت. اتس نوت. ولو حد قال لكم غير كده دون بيليف هيم. اتس ا فيري تاف جوب. اي نو اتس ا فيري تاف جوب. فيري تاف. صح؟ With lots of things with lots of variables with lots of changes وايه اللي بيحصل وماركت وكومبيتيشن وجع قلب وكل الكلام ده كله. So it is your responsibility to create the right environment for you and for your people to give your best. إذا طب أنا ممكن أعمل كده مع الناس في الإدارات التانية؟ Yes you can.
مرة كنت في one of the organizations بيعملوا حاجة لطيفة جدا. The marketing team is a very smart team. Very smart team. They have a responsibility إن هم كل شهر they have a meeting with a different department وبيروحوا لهم يا جماعة إحنا كماركتيرز بنعمل إيه. They go إحنا النهاردة هنقعد معاكم نص ساعة هنحكي لكم إحنا الماركتينج بتاعتنا بنعمل. الماركتينج ديبارتمنت ده بيعمل إيه؟ إحنا ليه النهاردة 10 في ماركتينج ديبارتمنت؟ بتعملوا إيه إن شاء الله؟ 10 بتعملوا محدش شايف. You don't have an output. صح؟ خط الإنتاج عنده output، البياع عنده output. You don't have an output. So you need to create the awareness, you need to create the understanding for people to understand this. Okay? Then, last but not least is commitment. Get the commitment of your people. كل مرة وانت بتعمل change, take their commitment. وازاي هحصل على commitment بتاعت الناس؟ How? Share. Communicate. صح؟ Ask for their point of view. على فكرة, أحسن أفكار في الدنيا في الماركتينج طلعت من ناس مش ماركتيرز. مش كده ولا إيه؟ Do you have examples? طيب مش كلكم عارفين ان الجماعه بتوع الشعر دول, انا دايما عندي مشاكل مع الشعر بس مش مشكله. الجماعه بتوع الشعر دول عندهم حاجه اسمها شامبو, عنده حاجه اسمها بلسم, وعنده حاجه اسمها شامبو بلسم مع بعض. صح؟ مش في حاجه اسمها كده؟ ايه فندم؟ نان شامبو. صح كده؟ الفكره دي كانت ازاي؟ ما الناس طول عمرها عنده شامبو وعنده بلسم. وات هابن؟ هاو ديد كام اب؟ طيب كانوا قاعدين في ميتنج في شركه من الشركات, شركه محترمه كبيره, وواحد قال لهم he's not a marketeer. قال لهم يا جماعة انتوا ليه عندكم two products, ليه عندكم شامبو وليه عندكم بلسم, ما تحطوهم في one product. فبتوع الماركت قالوا له ايه, لا 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 لا, لو احنا عملنا كده هيحصل cannibalization. you know what's cannibalization؟ صح, هيحصل cannibalization على الاثنين. فاحنا لو عملنا كده هنبوظ الدنيا. لا 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 لا. then somebody from the company said it's a good idea, let's try. They tried it. والراجل ولا كان ماركتير ولا كان حاجة خالص. They tried this one and what happened, إن لما عملوا كده السيلز بتاع اللي هو الشامبو والبلسم مع بعض increased. السيلز بتاع الشامبو لوحده increased as well, والسيلز بتاع البلسم لوحده increased. ليه؟ They realized الناس ما كانتش عارفة إيه الفرق. So when they start doing this, فهو يفوكس على ده وفوكس على ده وفوكس على ده, فالسيلز في ثلاثة عالي. Yes. So get the commitment of your people. وانت بتعمل change, get the people committed. Let them understand انت بتعمل كده ليه, and let them committed for that one. Okay. Very important when you do change is celebrate wins. احنا شاطرين جدا في celebration الخارجي, لكن when it comes to internal celebration ما بنعملش celebration. Celebrate wins. كل مره تعمل حاجه كويسه والناس معاك تعمل حاجه كويسه سيلبريت. يا رب تجيبهم النهارده وقعدهم على تعزمهم على بيتزايه, بس لا بيبل اندرستاند ان في وينز. ما حدش في الدنيا يحب يخسر. حد عرف قبل كده حد في الدنيا بيحب يخسر؟ مفيش حد. صح؟ كله بيحب يكسب. سيلبريت ذا وينز, سيلبريت, ميك ات سمثينج سبيشال, ليت بيبل ريلي انجوي ذا وينز, ذات ميكس ا لوت اوف ديفرنس. اوكي. اند صح ولا لا؟ احنا we don't follow leaders عشان هم شاطرين when it comes to their competencies ولا to their skills. We love them because the way they make us feel. As marketeers you need to make the feel of احنا عاملين فرق, يخلي الناس تتبسط, يخلي الناس feeling happy ان هم part of the team, part of the change and part of the organization. Agreed? So I'm open for questions if you have questions. Yes. لو عرفت كل الناس احنا بنعمل ايه مثلا او رايحين في في مكان معين, انا ممكن السيرفيس بتاعتي دي حد ياخدها ثاني من الكومبيتيتورز ويشتغل عليها. دي بتحصل يعني. Thank you very much for the question. السؤال بيقول لو انا عرفت الناس اللي بيحصل في حد ثاني ممكن هياخدها ويعملها. صح؟ اه ولا لا؟ Yes. هل احنا متفقين ان اعنف كومبيتيشن في الدنيا موجوده في الجماعه بتاعه الفاست موفينج كونسيومر جودز؟ متفقين ان اعنف كومبيتيشن صح, ويمكن اعنف كومبيتيشن موجوده بين حبايبنا بتوع بيبسي واخواتهم بتوع كوكاكولا, بيموتوا بعض.
صح؟ I work with both companies وتعلمت منهم حاجة لطيفة جدا. التشالنج بتاعهم مش في البلان، في الاكسكيوشن بتاع البلان، هو ده الفرق. صح؟ انا ممكن ادي حضرتك احلى حاجه في الدنيا، لكن هركبها ازاي على بعض ده اللي تفرق. مظبوط؟ So maybe somebody might take the good idea. If you are not able to execute your plan right، حتى ممكن يعمل احسن، بس خلينا نتفق على اتفاق. Again، ما بقاش في اسرار. زي اديني مثال واحد. انا بشتغل في جورنال، فانت ممكن تقدم سيرفيس جديده مثلا زي صحافه المواطن، ان انا هنزل اخلي الناس تبدا تكتب. فلو انا عملت الكامبين دي النهارده هبقى رقم واحد، اعمل حاجه زي كده وابدا اشتغل ان انا رقم واحد على حاجه زي كده. في نفس الوقت الكومبيتيتور بتاعي ممكن يبقى واسرع مني بدي، او ان انا عندي مثلا الموضوع بياخد وقت ان انا اخد فيه اكشن هو يشتغل. يبقى المشكله فين؟ في السرعه اللي موجوده عندي. صح. So I need to solve my issues قبل ما اقول اعمل ايه. Marketing is not a secret anymore. ده قناعتي الشديده. It's not a secret anymore. خالص. النهارده وحضرتك عملت اعلان جديد، لو عملت بشكل مختلف، لو كل الكلام ده كله. I'm not saying a secret. لو قلنا ان الجماعه بتوع فودافون وموبينيل واتصالات، مع كل احترامي للثلاثه كلهم، كل السيكريت ايدياز اللي بتحصل لما بتروح المطبعه عشان تعمل تز في الجرنان، ها؟ عشان تز في الجرنان. في حد جوه في الجرنان ده على اتصال بموبينيل، فبيبلغ موبينيل ايه اللي حصل لفودافون، فتلاقي قبليها بيوم او بيومين عرف. It's not secret anymore. انا مش بقول secret، ده فكرة ده بيحصل، مش بقول ان في حد بيعمل شغل كويس ولا مش وحش، بتكلم It's not secret anymore. عشان كده في بعض انا هتلاقي في بعض الاعلان هو ده فودافون منزل حاجه وقبليها بصفحتين موبينيل منزل حاجه ثانيه. ليه؟ It's for the same reason. بس again it's not the campaign، it is the execution of what you have. صح؟ ده موضوع تاني، بس it is the execution. It is the execution. Okay. يهيالي ان اول حد فكر انه يعمل قناة اخبارية كان مجنون. مش كان CNN؟ صح؟ النهاردة كل العالم بيشتغل. It is possible. The execution. ده قناعتي الشديدة في هذا الموضوع. Other questions؟ Sales and marketing are always in this Tom and Jerry game, and the marketing make the most beautiful marketing plans, and we are talking execution. Now, at all levels of sales, people like to be very credible about the profit and the sales and everything. They don't want to give you any credit, although you are the one who had made the show and they has executed the show. So how can you make the sales work with you, not against you? I don't have any answer for this question. No matter how motivating, calm, patient, very, very broad-minded you are, they just come up with all these ways of trying to just find some problem with the marketing people. So just, I need some answer here. Okay, thanks for the question. The question is about the sales and marketing. Tom and Jerry game, okay? It's very simple. خدي كل جماعة بتوع marketing. ودي مش عارف السيلز، خدي كل جماعه بتوع السيلز ودي مش عارف مارتن، الدنيا اتحلت خلاص. I'm just joking. لا بهزر بس. They wouldn't have a clue فعلا. اوكي. على فكره I have seen people doing this. طب هات ثلاثه من هنا وديهم هنا، وهات ثلاثه من هنا وديهم هنا and see the difference. My humble point of view. I'm an HR professional. دي شغلتي اساسا. هتفضل طول عمرها التشالنج بين السيلز ومارتن. هتفضل. ليه؟ من مصلحة الأورجانيزيشن يحصل كده. From a helicopter view. إيه ده؟ أنت عايز هما الاتنين يعملوا توم أند جيري؟ آه، لأن لما بيحصل كده في بعض الأحيان they give their best. أوكي؟ خلاص؟ طيب. How would I solve this? Communicate. السيلز لو لقى في ظهره سبورت حلو فهمه وعارف هو بيعمل كده ليه، غالباً they perform better. مش كده؟ On practical grounds, is this possible? It is possible. Have you seen a cooperative sales team before? Yes. I was doing a management retreat with a company. You know what's a management retreat? Management retreat, بناخد المانجمنت تيم بتاعت الاورجنايزيشن في حته. So I was doing a management retreat with a company, وكان معانا الجماعه بتوع السيلز اند ماركتنج. They were very cooperative, yet they were challenging each other. وده صحي. I seen it live. مش بتكلم ان انا ما بشوفش حاجه بعينيا. I seen it live. هما they were challenging each other. مين بيعمل ايه وفين وليه بتقول هنا كده وده ما ينفعش وفوكس على ده. The sales بيقول. بس at the same time
they were very cooperative. The moment they go out of the room to start working, they started to work. But here we go. The marketing team was very transparent about what they are going to do. And they had got a very high level of trust for the sales team. فبالتالي sales team عمل ايه؟ Trust came back. حاجة صغيرة عايز اتفق عليها بس على موضوع التراست دوت عشان ده مش موضوعنا. Trust is contagious. You know what's contagious طبعا كلكم دكاترة عارفين ايه you know what's contagious؟ صح. Okay. Trust is contagious. لو انا النهاردة بينت انا الراجل بتاع الماركتينج وانت بتاع السيلز انا مش واثق فيك انا مش عارفك انا عارف ان انت مش هتعرف تعمل شغلك كويس ايه اللي هيحصل؟ It will come back. If I go and say I trust you, let's have to work together. انا عارف انها مش سهلة. I want to go with you once and twice to the market and get the feel of the market. الوضع مختلف تماما. Okay. Is it easy? لا مش easy. Are we mature enough to be there? لا لسه شوية. لكن did it happen? Yes, it happens. And I've seen it happening. على فكرة, توم اند جيري طول النهار بيحبوا بعض. صح؟ And we enjoy this. Okay? Okay, other questions? Yes. Oh. I'd like to thank you for your presentation first. بس انا عايز اجاوب على سؤال سيلز وماركتنج ام سيلز مانجر فعشان يبقى لنا وجهه نظر اخرى يعني ودايما ده بيرجع للانفايرمنت بتاع الشركه وبترجع للكالتشر الموجوده جوه الشركه سام هاو بس اتس اول اباوت شيرنج اتس اول اباوت ان انا از ماركتير بخلي السيلز تيم هو اللي بيجيب فيدباك وهو اللي بيرجع لي اوريدي بيجي لي كل التولز اللي انا هقدر استخدمها ليتر اون في الكامبين بتاعي هدخل تاسك فورس موجود معايا من الناس البروميسنج في كماركتيرز هاجي بعد كده كمان هشير الداتا بتاعتي والكامبينز بتاعتي وهاخد رايهم فيها ونقدر نعمل ايه كل الشيرنج اللي بيحصل ده في الديسيشن ميكنج بروسيس اتسلف سبات الاثنين موجودين ليهم ذا سيم اوبجكتيف للكامباني نفسها ده اللي هيخلي الاثنين على وفاق تام مع بعض هيحصل في الاخر طبيعي ان في فرق في الاثوريتي اللي بتحصل من سيلز وماركتنج او كده ولكن لو في شيرنج فعلا بيحصل حقيقي مش حاجه جاست شو يعني ان احنا بنشير ده هيبقى الاثنين مع بعض مش تو منجري بقى يعني اوكي ثانك يو ثانك فور شيرنج اذر كويشنز If you don't have other questions, I just want to thank you for the time today. I really enjoyed it with you. Thank you very much. أتمنى أن أنا ما كنتش أكون ممل. ولو كنت ممل خلاص ده قدر هتعمله في إيه. It's over خلاص. بالتالي thank you very much. Thank you very much for today. I really appreciate your time. Thank you very much. Now we would love to thank all the speakers for their speeches and presentations for today with engineer Sameh Al-Hindawi and we will start with Dr. Muhammad Abdul Wahid please مساء الخير تعبناك ومعنا معلش دكتور محمد دكتور احمد عيد ودكتور مهندس احمد عاشور دكتور حازم استاذنكم تفضلوا طبعا باسمكم يا جماعه انا بشكر بروفيسور بول بس هو طبعا كان عنده طياره فاضطر يغادر يعني بشكر مهندس احمد بشكر دكتور محمد عبد الواحد بشكر دكتور حازم وبشكر دكتور احمد انا ما اعرفش هو فين دكتور محمد سيدنا شكرا دكتور حازم
كمالس أحلام. أخيرا دكتور أحمد، يعني أنا أعتبر أنه خد الدراع بتاعه. بشكركم جدا، هناخد الكافي بريك الأخير ونستلم شهاداتنا ونتصور، وبشكركم جدا وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا معنا النهاردة. شكرا. دكتور أحمد عيد، شكرا واثق بك. ان شاء الله 2016 ديجي فارما 2016 ان شاء الله. And now we will have an outside gathering to take photos and leave your comments on the outside screens. Certificates and gifts will be given to you. Enjoy your coffee break and thank you for attending ديجي فارما 2015. We are looking forward to meet you next year, DG Pharma 2016. Thank you.